السلام عليكم سي محمد. وعليكم السلام سي رضا. شنو عندنا اليوم اخويا؟ خويا كيف ما ديما تمال الشينوا في المغرب. عندنا خويا اليوم هذا جي بي اس. ها هو نشرحوه مزيان الاخوان باش يعرفوه. هذا جي بي اس ديال الموتور نحلوه كاع ياك. شنو هذا السي رضا نحلوه؟ انا خويا هذا هو الجي بي اس ديالنا. جي بي اس واعر بزاف زوين. هادي ديال رولي الرولي ديالو. المهم لانستالاسيون والميكرو وهذا وفي هاد السويتش هادي ديال اس او اس. هادي هي باش كيتميز هاد الجي بي اس بزاف. هاد اللعيبه هادي كتكون ديجا بروغراميتي واحد النمره ديال شي صاحبك ولا شي حاجه في حاله ما وقفتي اون بان ولا شي لعبه ما عندكش تليفون غير كتورك على هادي كتصيفط ليه ميساج مع لوكاليزاسيون ديالك فين طايح انت اون بان. هادي هي اللي مزيانه في هاد الجي بي اس. والميكرو حتى هو يعني كتصنت الموتور ديالك ولا الطوموبيل ديالك. والثمن ديال الشينوا شحال اخويا؟ المغرب 340 درهم. 340 درهم ثمن جد مناسب. جي بي اس زوين ناضي الطوموبيل ديالك ولا الموتور المليح. خويا جات هاد السيبورات هي ديال التليفون ديجا دوزنا شي سيبورات. هادي جات كلها بلاستيك بالنسبه للناس اللي عندهم الكيدون عريان كتركب بحال ما هكا. هي هادي دير التليفون ديالك طق دير التليفون تجمع عند هاد اللعيبات شي حاجه زوينه. شي فاهم الثمن شحال اخويا؟ 70 درهم. لا غلا على مسكين 70 درهم ثمن الشينوا في المغرب. ثمن الشينوا في المغرب. وقفل الالارم اخويا قفل ديسك قفل ديسك حتى هو مليح صداع. قفل ديسك زوين الارم يعني قاسي واحد الموتور ديال كيسوني شي حاجه زوينه. الا زقى الموتور راه ما كيبقاش يصوني تحرك الموتور كيصوني اولا تحيدو بالسيروت كيتحل بحال هكا ما كيبقاش يصوني. الثمن ديالو 125 درهم ثمن جد مناسب. ايبون باك ديال لاشين كومبلي اللوز هو في هادي 750 ملي ديغريسو ديغريسو ديالها. وهاد لابروس هادي باش تنقي السلسله الثمن ديالو 220 درهم. 220 درهم. واللي خصو شي حاجه مرحبا بكم عند طاطا سي.